توليب خانم. تعا مجد، روحي على شغلك خالدة. أنا كنت رح أتصل بحضرتك مشان أعتذر عن اللي صار، بس بصراحة ما كان معي رصيد. تفضل اقعد. تعرف ليش بعتت وراك مشان تجي لهون؟ لا، بس شو ما حكيتي وشو ما عملتي فيني قليل وعندك حق فيه، بس الحب اللي بقلبي حب أعمى. هذاك اليوم لما شفت وسمعت الحكي يعني طق مخي نظامي وما قدرت أتحكم بأعصابي. ها، انت عم تحكي عن هداك الفيديو مو؟ ليش انت شايف الفيديو؟ جوري اليوم حكت عنه إلي ولعمر، كانت متفاجئة ومقهورة، وهي اللي طلبت انه ما نشتكي عليك للشرطة. مجد، جوري بتحبك وعشقانتك، بدها تتصالح هي وياك. بس يعني كانت عم تقول انها عشقانته لهداك بالفيديو، هيك حكي. عن جد انت واحد غبي كتير. انا؟ ها، البنت اللي ارجتك الفيديو اللي ضايقك، شو سبب تصرفها هاد؟ انا رح اقلك، كان بدها اياك تتزوجها مزبوط ولا لا؟ يعني هالاحتمال كتير وارد. يعني انت اول ما شفت الفيديو جنيت، حتى بدون ما تفكر وبدون ما تسأل حالك تهورت وعملت هالحركة، تمام؟ انت شو عم تحاولي تقولي؟ يا بني ادم، انت بحياتك ما سمعت بشي اسمه مونتاج؟ لك مونتاج؟ مقطع من هون ومقطع من هون بتجمعهم وبصيروا مقطع واحد، حتى على الموبايلات عم تزبط. هلا ميرا الهبلة ممكن تفهم بهالاختراع؟ ايه مجد طبعا، لو كان في هيك شيء جوري كانت بتطلب انكم تتزوجوا بسرعة، طيب ليش ما رفضتوا؟ لا انا هالشيء ماني عم افهمه، ما عم يفوت براسي. شفت انك واحد اهبل ومو رضيان تسمعني؟ وقعت بفخ وحدة مثل هي وصدقت الفيديو تبعها، بس نسيت تصدق البنت اللي بتحبها، عن جد مو هاد اللي عملته انت؟ لا انا لازم موتها. ما تعمل اي شيء، ارجع واقعد مكانك. العمى شو طلعت واطي؟ ماني منيح مجد ولا تقاطعني، لو انت ما اعطيت البنت شوية امل ما كانت تجرأت تعمل هيك شيء. انسى، شيله لهالحكي على جنب. اذا انت بدك تتزوج جوري وناوي عن جد، وعدني انك ما رح تقرب على هديك البنت ولا تحاسبها ابدا. جوري اصلا من هالشي خايفه كل الوقت. العمى من وراها كنت روحت الزلمه. هلا مشي الحال، البنت من العيله، واذا عملت شي بالبنت مفكر انك رح ترجع تفوت على هالعيله كمان؟ مفكر رح ترجع تشوف وش جوري بحياتك؟ لا، هذا اللي بدك اياه معقول؟ معقول يكون بدي هيك؟ انا كل عمري ما عندي غير حلم واحد، هو اني اتزوجها لجوري. صدقيني. ايه منيح، من بكره معناتها كملوا تحضيرات العرس مطرح ما وقفت مشان ما يصير تأخير. يلا عن إذنك. ألو أهلين، وحياتك كنت ناطر يطلع الضوء لحتى أتصل فيكي، يعني كنت رح أتصل بس أنتي سبقتيني. بدي شوفك مجد. ايه وانا بدي شوفك كمان حبيبتي بشرفي، انا كثير ندمان. تمام، اذا هيك معناتها بلتقي فيك بعد شوي على شط البحر. ايه اتفقنا، اساسا انا كنت نايم على شط البحر. ماشي يا حبيبتي، يلا. خبريني لشوف، قلعتي البنت؟ لا لسه، عندي مخططات تاني. أي مخططات؟ شوفي جاهدة، قبل ما جاوبك بدي اياكي تقليلي، من شو بتخافي أكتر، من بنت راسمة على داني وما بإيدك كرت لتلعبي، ولا من ضعف ابنك عمر قدام جوري؟ بصراحة أنا حاولت حذر عمر أكتر من مرة بس ما سمعني. توليب، أنا كتير خايفة من عمر يتصرف تصرف متهور. لا اطمني،
إذا مشيت خطتي مثل ما بدي عن قريب رح تخلصي من البنتين سوا. مجد. أهلين حبيبتي. أنا آسف كثير، يعني بعرف إني اعتذرت منك شي مليون مرة، بغلط وبرجع بعتذر، بعرف إنه ما كان لازم أعمل هيك شي، بس أنا لما سمعت صوتك وشفتك بهداك الفيديو عن جد توترت كثير وفجر مخي وما عاد قدرت اتحكم بحالي وما عرفت شو لازم اعمل. بس الله يوجه له الخير لتوليب خانم، لانها حكت لي وشرحت لي عن الاختراع. ليش انت شفت توليب خانم؟ ايه؟ امتى؟ امبارح بعتت وراي وحكت لي شو عملت ميرا بخصوص المونتاج والابتزاز، يعني قالت لي انه انت بريئه. كتر خيرها، وانا وعدتها انه ما رح اقرب على ميرا ولا اذيها. المهم انا وانت مبسوطين وميرا تصطفل لربها. توليب خانم حكت لك كل شيء يعني؟ ايه حكت لي. انت كمان حاكيه معهم كرمال ما يشتكوا علي؟ شكرا يا قلبي. جوري يلا سامحيني، انا كتير ندمان. اللي مهون علي هالموقف انك بتحبيني، من احنا وصغار منحب بعضنا للموت. خلينا نخلص من شغلتنا، خلينا نكمل اللي وقفنا عنده. نكمل اللي وقفنا عنده؟ يعني يعني انه رح نتزوج هيك قصدك؟ لك دخيل ربك يا روحي، لك تعالي يا روحي. شو عم تعمل يا عمري؟ رح نتزوج. خلص نزلني بقى. حاضر حبيبتي لا تعصبي. يلا خلينا نروح ونخلص بقى. حبها يا ناس. مجد بغير رأيي بعدين. لا دخيلك، ليكني اجيت جاكيتي. بعرف ما فيكي بدائل.